كما تتبعتم تتبع جميع الزملاء الصحفيين التغطية الإعلامية المنتخبة بمناسبة نهاية السنة الميلادية على مستوى مدينة تطوان، فتم أخذ ترتيبات على مستوى جميع النقاط الاستعزاء وأيضا أماكن التبضع والأسواق محطات طرقية لتأمين مرور السنة الميلادية في جو عادل. الحمد لله مدينة تطوان آمنة، الترتيبات جهة الشمال مجموع الأحياء سواء الأحياء الشعبية الآهلة الساكنة وأيضا شوارع المدينة التي سيتم تنصيب دوريات أمنية راجلة وراكبة لأجل تأمين الاحتفالات وأيضا لأجل أن تبر هذه الاحتفالات في جو عادل. أيضا قمنا بتفعيل خط 19 بشكل فعال لأجل استقبال شكايات وتظلمات المواطنين الذي سيشتغل والذي كان وسيشتغل بشكل مكثف ودائم طيلة الليلة من أجل استقبال كما قلت شكايات وتظلمات المواطنين. زيادة على ذلك فالإجراءات الأمنية الاحترازية الموسومة أيضا بالفعالية والنجاح هي السمة الأساسية كما تتبعتم في التعليمات السادفة. مستعدون لهذه المناسبة، مستعدون لتأمين المدينة بشكل كامل وتام، لهذا فأعطينا تعليماتنا لأجل أن تواكبوا هذه الاحتفالات مع الأطر والعناصر الأمنية، وأيضا سنكون متواجدين بالشارع العام، سننفذ التعليمات السيد المدير العام المواطنين التي تحث على التفاعل الإيجابي مع المواطنين وتطبيق سياسة الانفتاح وأيضا الفعالية الجدية وأيضا تطبيق العمل الذي سنقوم به إن شاء الله والذي سيكون مجديا وناجعا. وشكرا لكم. العناصر التي سيتم تشغيلها 1054 عنصر سواء من الهيئة الحضرية أو من المرور أو أيضا عناصر المدينة. تم أيضا تشغيل فيما يخص السيارات ووسائل لوجستيكية، هناك 54 سيارة و30 دراجة نارية وفرق الكلاب المدربة وأيضا بعض الآليات الأخرى.